اليزابيث كما قلنا في موقعها الرسمي قبل 55 عام حديث فرصه تسليم كاس العالم الى بوبي مور وشفت اللي عاني فيه بعد الماراثون بتاع المباريات وجهت تحيه للاعبين والاداره والجهاز الفني في الفوز وفي هذه الفتره بالذات ايضا وجهت التحيه للاداره واللاعبين بلوغ المباراه النهائيه لبطوله كبيره في كره القدم والفوز فيها وما شاء الله بطوله كبيره ويملك بقياده المدرب جارس ساوثجيت فرصه للفوز باول لقب في يورو 2020 وعندي امل كبير في منتخب وجود الثالث ومن غير المتوقع انه الملك اليزابيث البالغه من العمر 65 عام واللي سلمت لالمانيا كاس اوروبا 1995 انها تغيب على مباراه الميلادي